يعلن الديوان الملكي ان حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سيكون في مقدمه مستقبلي اخيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه الشقيقه والوفد المرافق لدى وصوله الى البلاد يوم غد الاثنين الموافق الثامن من شهر مايو الجاري. في زيارة رسمية لمملكة البحرين يُجري فخامته خلالها مباحثات مع جلالة الملك المفدى تتناول العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، إضافة إلى آخر التطورات والمستجدات على الراهنة على الساحات العربية والإقليمية والدولية. وينتهز الديوان الملكي هذه المناسبه ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق متمنيا لفخامته طيب الاقامه في بلده الثاني مملكه البحرين